ازيك؟ الحمد لله. عامل ايه يا حبيبتي؟ الحمد لله. انت عندك كام سنه يا حبيبتي؟ عندي 18 دلوقتي. لكن انت يوم ما اتجوزتي كان عندك كام سنه؟ كان عندي 16 ونص كده. 16 ونص سنه. كنت مستعجل على الجواز ليه؟ هو النصيب. وحبيتيه؟ كنتش ايه؟ وحبيتيه؟ لا. هو كان في فترة خطوبة ومامته ما كنتش اعرفها وكده، قالت لي تعالي. لا سيبك من قالت لك تعالي وما تعاليش، انت دلوقتي كنت موافقة عليه ولا اهلك هم اللي كانوا جايبينه؟ اللي انا اعرفه ان انت اللي كنت بتحبيه. انا كنت عارفاه وكده. واهلك ما كانش موافقين، لكن انت القلب الحب هتعمل ايه؟ هتعمل ايه؟ لا واهلي برضو كانوا هو جاي من طرف بابايا يعني. طيب يا حبيبي، انا ما كنتش اعرفه يعني قبل. المهم خطبك وقعدتوا فتره خطوبه قد ايه؟ قعدنا فتره خطوبه يعني كام شهر. كام شهر؟ وبعد كده ايه اللي حصل؟ وبعدين هو كان بيقول انا مش عارف امي وكده، فمامته كلمتني في يوم وقالت لي تعالي انا تعبانه قوي. قلت لها ليه في ايه؟ قالت لي تعبانه. قلت لها طب ما تخليه هو يجي لك اللي هو خطيبي دوت. قالت لي لا ما هو ما فيش حد موجود، تعالي مكاني في القناطر، تعالي وهتلاقي انا هخرجي لك بنتي الصغيره وهتجيبك. تقول لك انا فين؟ قلت لها طيب. وهي صوتها بقى كان تعبان خالص، انا قلت يا عيني انا هوديها للدكتور. بتموت البعيده، بتفرفر بتفرفر بتموت. صوتها تعبان خالص. وكانت ميته بقى وتعبانه، تقول لي بطني بتتقطع تعالي لي. فانا رحت لها ما كنتش اعرف حاجه. كنت شايف العنوان كمان ده، قعدت توصف لك في المحمول اركبي كذا وانزلي كذا. ايوه قعدت كل شويه ترن عليا على التليفون انت وصلتي؟ انت فين؟ انا بنتي واقفلك اهوت، بنتي واقفلك على الشارع، بنتها كبيره. قامت واخداني وقلت لها فين مامتك؟ قعدت تدخلني في شوارع. طب ما قلتلهاش ليه بنتك الكبيره هي اللي توديني للدكتور؟ قلت لها. قالت لي ما هيش عارفه حد، تعالي بس معايا والنبي انا قصدكي خدمه، اعتبريني حتى واحده غريبه معلش. قلت لها طيب. انا ما كنتش اعرف وصوتها تعبان، صوتها بتموت، انا خفت عليها، كنتش اعرف في ايه. فقمت رايحه لقيت اللي هو محمد اللي هو خطيبي دوت موجود. قلت لها طب ما ابنك موجود اهوت في ايه؟ قالت لي انت مش هتمشي من هنا عشان احنا معناش اصلا بنفس الاسلوب ده، معناش فلوس نجهز، لا جهاز ولا مطبخ ولا حمام ولا اوضه نوم ولا اي حاجه. قلت لها طب روحيني ابوس ايديك وحياه بنتك الصغيره وروحيني. طب انت ما قلتيش لامك ولا ابوكي ليه انا رايحه ازور حماتي تعبانه؟ ما قلت. هي قالت لي ما تقوليش لحد، انا بموت تعالي بسرعه. انا رحت وكنت لسه في الدراسه، انا في ثانيه ثانوي، انا في دراسه. وكنت لسه جايه من الدرس وفي دراسه، وقمت رايحه لها جري. لقيته بقى قالت لي انت مش هتمشي من هنا. قلت لها لا ابوس ايدك روحيني انت عندك بنت والنبي. قعدت اصوت. قالت لي صوتي من هنا للصبح ما فيش حد هيسمعي. مش كده تعينه وصوتها مش طالع يعني؟ صوتها طلع دلوقتي صوتها طلع. بقيت اقول لها انت عندك بنت وحياه بنتك وابوس. وطيت على ايديها بصتها. قالت لي مش هتمشي من هنا. قعد قام قايل لي بصي، قام واخد مني التليفون، نتش مني التليفون وقام مدغدغه. قام قايل لي انت هتقعدي هنا كده. انا اللي هو محمد خطيبك. اللي هو انا خطيبي دوت. قال لي ما احنا معلش فلوس نجهز ولا حاجه. طب كانوا عايزين منك ايه؟ يعني هم جابوك عشان ايه؟ مش فاهم، مش واخد بالي. علشان خاطر يعني علشان قام اتجوزني بقى وقال لي احنا هنكتب ورق. يعني هو اتجوزك ولا عمل حاجه قبل الجواز؟ ما انا مش فاهم، وضحي لي. هو قبل الجواز قعد يقول لي اقعدي انت لو خرجتي من هنا هنقول عليكي كلام واهلك هيموتوكي. ليه وايه اللي حصل؟ اهلك هيموتوكي ايه اللي حصل؟ مش عارفه اوضح. لا وضحي لي، اصل انا الحاجات دي ما باخدش بالي منها. هو اللي حصل لما كنت هناك امك قالت لك ايه وهو عمل ايه البعيد؟ ضربك؟ ايه؟ ضربك اياك؟ لا هي ما ضربتنيش، هي قالت لي اقعدي كده. هي اول ما جت قامت مشرباني عصير. شربتك عصير؟ انا شربت ما درتش بقى اللي حصل. وبعد كده لما فقت قلت لها انت ايه اللي انت في ايه؟ عايز اروح ابوس ايديك، وطيت على ايديها. مش فاهم برضه، شربتك العصير عشان خاطر ايه؟ وبعدها لقيته قام قايل لي بصي ما تخافيش، اقعدي خالص وما تخافيش، احنا هنروح نكتب دلوقتي عرفي وما تخافيش، وانا هروح لابوكي ومش انت عايزه تقولي يا بنت وضحي لي، انت عايزه تقولي ان هم لما رحت هناك سيبك من العصير والسيد ده كله، اللي حصل ان هو خدك دخل اوضه النوم واعتدى عليكي. ايوه طب ما هو كده، ما تقولي من الاول كده. بس خلي بالك هو كان برضاكي برضه. لا والله انا ما كنتش اعرف اصلا، انا كنت جايه لسه من دراستي، انا ما اعرفش. 16 سنه ما تعرفيش؟ لا ما كنتش اعرف اللي ده هيحصل اصلا. صحه لمامته تعبانه وصوتها بتموت. طب ما زعقت لما هو بيحاول يغتصبك او اغتصبك بالفعل، ما زعقتيش ليه؟ قعدت اصوت، لا انا ما كنتش دريانه، بقول لك حضرتك شربتني. قعدت اول ما جيت، اول ما دخلت كده من عندها قامت مقعداني وقعدت وشربتني عصير وقامت معاداني شويه، وبعد كده انا نمت. لما صحيت مش دريانه، انا مش شايفه حاجه. لما صحيت لقيت هدومي متقطعه وشكلي منظري غريب. وهدومك مقطعه ليه؟ ما كان قادر يخلي حالك، ليه بيقطعها؟ ما اعرفش، انا مش عارفه. انا لقيت كده منظري، انا قايل لي بص انت هتمشي كده في الشارع. هو برضه قطعه الهدوم بيكون فيها اثاره اكتر من معقول. ايوه وبعدين؟ عشان لو هي بتقول لي عشان لو عايزه تمشي كده في الشارع امشي. صح، يقطع لك هدومك عشان ما تعرفيش تمشي. ايوه قلت له طب ابوس ايديك، طب انت ليه بتعمل كده؟ وطيت على ايديها ابوسها، قلت لها طب ليه انت عندك بنت هي؟ قالت لي ما هو كده، بس احنا معناش فلوس بصراحه نتجهز ولا معانا فلوس نجيب اي حاجه ولا اوضه فلوس. ادوس على كده عجب. اضطريتي طبعا ان انت تتجوزيه غصب عنك عشان لو رحتي لاهلك كان موتوكي. مامتي كانت رافعه قواضي كتير على الخطف وكل دوت، وهو جه بعد قد ايه، وكانت ماما بتمشي في الشارع تصوت وتقول بنتي هبوس بنتي مش لاقياها، وقعدت تقطع في هدومها وتصوت ومش عارفه فين. انا ما كنتش عارفه انا فين وفين. لما بقيت اقول له والنبي روقوا، طب انا عايزه اروح اشوف امي وابويا اشوفهم فين وفين. لما رحت لهم ووراني ليهم، وابويا جابها. طيب يعني انتوا ما بلغتوش الشرطه، وانت قلت ده درع الفضيحه واتجوزتيه وخلاص. ماما اللي كانت شاكيه. دلوقتي انت حامل ولا ولدتي؟ كنت حامل وكنت عايشه معاه، وقلت خلاص، وجابوا لي حبه هدوم وقاعده في اوضه كده وحمام. اوضه وحمام صغيرين دول، هو اصلا دي شقته اللي كان قاعد فيها، ما قعدتش في بره ولا اي حاجه، قعدت معاه. تمام. طب ايه اللي حصل بقى؟ حصل حمل. حصل حمل بقى، يضرب فيا، يشرب ويجي من بره يضرب فيا يموتني. مش هو ده اللي حبيتيه؟ مش هو ده اللي حبيتيه؟ ما كنتش اعرف. وبيجيب كوبايه الازاز، يرقعها في وشي ويعورني، وبرده عامله له قضيه اللي هو معورني فيها، وبرده يقول لي انا ما بيهمنيش حد، انا هموتك، يشرب ويجي يموتني. طيب دلوقتي يا حبيبتي انت ولدتي ولا لسه؟ ولدت. الواد باسم مين؟ لسه مش متسجل. بقاله هو مولود بقاله قد ايه؟ بقاله سنه. سنه وما سجلش؟ لا ولا انا كتبت، انا معايا ورقه عرفي لحد دلوقتي لسه ولا كتبت، وهم مش هاممهم، يقول لك انا مش هاممني حد ومش هنكتب دلوقتي. هو فين دلوقتي؟ هو فين؟ هو محبوس. في قضيه ايه؟ في قضيه سرقه. طيب دلوقتي هو مش عايز يسجل الواد ليه؟ بيقول لي لما ابقى اخرج براحتي. طب وامه بتقول لك ايه؟ مامته تقول لي انا ما بيهمنيش حد وهخطفه ومش هنكتبه برضه. يعني عايزين يخطفوا الطفل. هو انت قلت ان عايزه تطلقي مش كده؟ طول ما انت بتقولي عايزه تطلق يبقى هو مش هيكتب الواد باسمه، وفي نفس الوقت مش هيتجوزك رسمي عشان تفضلي متعلقه كده، وامه بتقول لك عايزه تطلقي هاتي الواد وروحي انت اعملي اللي عايزه تعمليه ومش عايزين منك حاجه، وانت عمرك ما هتسيبي ابنك. طبعا. ومش عارفه تعمل ايه. بس هي قالت لي، هو قال لي انا هتجوز اول ما اخرج هتجوز وهخطف العيل وعايزين يخطفوه، بيقول لي هنعورك في وشك، وبتقول لي انا هشتكي خلانك عشان انت شاكيه، علشان انا شاكيه رافعه بس عشان خاطر الطفل يتسجل، ده حقي. بتقول لي لا انت ليه اشتكيتيه؟ انا هشتكي خلانك كلهم واحد واحد وهتبلى عليهم. بقول لها ليه يعني انا حد عمل لك حاجه؟ قالت لي لا هو كده، وانا مسجلاها حتى بتقول لي الكلام دوت ومش همامها اي حاجه. اما ابوكي امك وابوكي فين يدافعوا عنك يا بنتي ويحموكي؟ امي موجودين بس هما مش قدهم، هما ناس وحشه، هما موجودين معاه بس هما ناس جامده جدا. مش انت اللي حبيتيه ده يا حبيبتي؟ مش انت اللي حبيتيه يا ماما؟